Carte postale. Carte postale. تتواصل رحلتنا سولتنا وجولتنا في شتى أصقاع العالم من القطب الشمالي للقطب الجنوبي مرورا بكل قارات العالم. واليوم الرحلة باش تمشي للقارة العجوز، القارة الأوروبية والواحدة من الدول العظمى. بالأكيد نحكيو على روسيا، وبالتحديد نحكيو على مدينة أوروبية متميزة هي سان بيترسبورغ. سان بيترسبورغ مدينة روسية تأسست على يد القيصر بطرس الأول في عام 1703، وبالتحديد في 27 من شهر ماي. وتقع جغرافيا في الجهة الشمالية الغربية من روسيا، وتحديدا في دلتا نهر نيفا اللي يقع في الجهة الشرقية من خليج فنلندا في مياه بحر البلطيق. وتبلغ مساحة أراضيها 1439 كيلومتر مربع. تحتل المدينة المكانة الثانية من بين المدن الروسية من حيث عدد السكان، ويتألف المجتمع السكاني فيها من مجموعات عرقية مختلفة كالروس واليهود والأوزبك والأوكرانيين والأرمن والبيلاروسيين والأذربيجانيين والتتار والبولنديين والجورجيين، ويتحدث سكانها اللغة الروسية اللي تعد اللغة الرسمية للبلاد. أما الديانة اللي يعتنقها الأغلبية هي المسيحية، وقليات أخرى تعتنق الدين الإسلامي والدين اليهودي. العملة الرسمية المستخدمة في المدينة هي الروبل الروسي. عرفت المدينة قديما باسم لينينغراد وبيتروغراد، وتضم المدينة بعض القرى كلومونوسوف وسان بيترسبورغ وبوشكين وبافلوفسك وكولبينو وبيترهوف وكورنشتات. من أبرز معالم المدينة كاتدرائية السيدة كازان اللي تبنت ما بين 1801 و1811 على يد المعمار الروسي أندري فورونين، وتعتبر أعظم أيقونة في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وصممت على نمط الكاتدرائية المتميزة في وسط مدينة روما. قلعة بطرس وبوليس، وتعد أول بناء بنية في المدينة، واستخدمت على مراحل التاريخ كسجن لأسرى سياسيين، ودفن فيها كافة ملوك روسيا. متحف الهرميتاج، وبني في عام 1764، ويتكون من 10 مباني مختلفة، ويضم الملايين من التحف الفنية بين أروقته ومجموعات كبيرة من اللوحات الفنية، ولقب باسم درة متاحف روسيا. كنيسة المخلص بالدم، وتعد من أجمل الكنائس في روسيا وأكثر الأماكن السياحية فيها، وبنيت في المكان الذي اغتيل فيه إسكندر الثاني، وتمتاز بتصميمها الروسي البيزنطي النادر، وتضم 7500 متر مربع من الفسيفساء اللي تتحدث على قصص الكتاب المقدس. Радуйся, невесто, невестная, царице, мати, деву. ساحة القصر، وتعتبر الساحة الأساسية للمدينة، وعلى مر التاريخ شهدت أحداث مهمة كحادثة الأحد الدامي وحادثة الثورة البولشيفية، وتمتاز بوجودها وسط عدة معالم مهمة كمبنى الأركان العامة ومتحف الهرميتاج. من أبرز المعالم الأخرى في سان بيترسبورغ كاتدرائية القديس إسحاق اللي تعد أكبر كاتدرائية في المدينة، والمتحف الروسي اللي تبنى في عام 1895 واللي كان قصر يعود إلى ميخايلوفسكي الشهير. تعد مدينة سان بيترسبورغ من المدن السياحية المشهورة في روسيا، ولزورها العديد من السياح سنويا من أجل مشاهدة معالمها التاريخية والدينية الأثرية. وفي أواخر القرن العشرين للميلاد قامت منظمة التراث العالمي بإعلان 36 موقع تراثي وأثري في المدينة ضمن قائمتها لحماية التراث الإنساني في سان بيترسبورغ. وتحتوي المدينة على 221 متحف وما يقارب 2000 مكتبة وأكثر من 80 مسرح. هذه زيارتنا لواحدة من أهم المدن الروسية والأوروبية المتميزة بالثقافة والحضارة والطبيعة والتراث، واللي تستقطب ملايين السياح سنويا. نتقابل الأسبوع القادم في كارت بوستال جديدة وبلاد جديدة من بلدان العالم على جوهرة اف ام، جوهرة اف ام دوت نت، وجوهرة اف ام تي في. في الأمان. كارت بوستال.